تقدم 23 مرشحا، 21 ذكورا وامرأتان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في 8 أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي 17 أم 2022 المقرر عقدها في 29 من سبتمبر الحالي. وبذلك يصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 342 مرشحا ومرشحة، 319 ذكورا و23 إناثا بعد تسجيل 3 حالات تنازل. أتمنى على جميع من يحالفهم الحظ والفوز في الانتخابات المقبلة أنهم يضعون خطاب سمو الأمير نصب عينهم في تحقيق أرضية للتعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجاز وتطلعات الشعب الكويتي. اليوم الجانب الاقتصادي يجب أن يكون الشغل الشاغل لهذه الحكومة. كم نسمع يا أخوان عن تنويع مصادر الدخل خاصة فيما يتعلق في البترول. اليوم السعودية جارة عزيزة وقريبة، 2030 رؤيتها أن يكون حجم الاعتماد على النفط 50%. اليوم في السعودية حتى هذه اللحظة الاعتماد على النفط أصبح 70%، يعني بعد 8 سنوات أتوقع وإن شاء الله يكون التوقع هذا صحيح راح يكون اعتمادهم على النفط 50%. إحنا كحكومات سابقة شنو سوينا في هذا الجانب؟ طبعا أنا يا أمثل المرأة الكويتية المثقفة اللي عندها الخبرة بالمجال الخاص. عموما أنا مركزة على القطاع الخاص لأن اشتغلت فيه فوق 18 سنة، فحابة أفيد ديرتي بكل الأشياء اللي شفناها من تطورات اقتصادية اجتماعية، ونحاول أن ننهض بالاقتصاد الكويتي حالنا حال الدول المجاورة. لا شك أن الخطاب السامي لسمو أمير البلاد الذي تلاه نائب الأمير وسمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الصباح لا شك أنه عهد جديد، ويتطلب منا أن يكون لنا نهج جديد في التعامل مع الملفات العالقة منذ سنوات. العهد الجديد يجب أن يكون عملا جماعي وليس عملا فردي، يجب أن نعمل على خطوط متوازية. سمعت بعض النواب لما نزل قال أنا من المعارضة، أنك أنت تي and you label yourself أنك أنت من المعارضة، أنا مو فاهمة شنو هذا التصرف. المعارضة لما يكون الإنسان معارض يا أنه هو معارض لموقف معين لا يخدم الشعب ولا يخدم الوطن، أو أنه معارض لموقف أو تصرف ممكن يضر مصالحه الشخصية. فهذا المبدأ أنا طبعا رافضته. قضية إخواننا الكويتيين البدون المظلومين اللي لازم يكون يتحملها أعضاء مجلس الأمة الجاي بإذن الله ويحطها على أول أولوياته، لأن هالفئة هذه فعلا مظلومة، لازم يكون هناك حل سريع لهذه الفئة. ندعو إلى مراجعة تنمية دولة الكويت، الدولة الغنية بثرواتها وبمقدراتها وبرجالها الأوفياء المخلصين الذين ذادوا من الأزل بالتجارة وبالمعرفة وبالسياسة من الرعيل الأول لهذا الرعيل، ونسأل الله أن يحفظ الكويت رجالا وشعبا، وندعو إلى التركيز على تطوير المشاريع والرقابة ومعالجة الخلل في السنوات الماضية حتى نتقدم مع مصاف الدول. تيمنا مني بأن في مرحلة وعهد جديد وتغيير مسار وتصحيح مسار، حابين أن احنا كشباب عندنا خبرة سياسية في الساحة السياسية سابقة، حابين نضع بصمة بناءة تساهم وتساعد في تصحيح المسار، ونكون يدنا بيد حكومتنا إن شاء الله الجديدة اللي راح يختارها سمو رئيس الوزراء، وياين نلبي نداء سمو الأمير الله يحفظه ونشارك بالعرس الديمقراطي.